مرزقه الحمد لله كتعتبر تيتيلار في الاتحاد من احسن لابوزونطراج حاليا في العالم. كتعيطش لي داكشي نقابه من جهه الجامعه يعني من 4 سنين دابا ما كاين حتى شي افاسونطر داز احسن منه. الكعبي والنصيري حاليا ماشي النيفو ديال اللي افاسونطر اللي كنتمناو حنا في السيليكسيون تكون في المونديال. وكنتمناو التربص اللي غيديروا في اسبانيا ملي رجعوا عيطوا لي كنتمناو نكون في المونديال. خويا حمد الله لعاب كبير فهمتيني، وهو بالنسبه للعابه الاخرين اللي عيط ليهم راه بزاف عليهم في المستوى بزاف ديال العيبات. وخويا خص المدرب فهمتيني، داك الكعبي وداك النصاري ما خصهمش يكونوا في المنتخب. واش اللي كاين بالنسبه الحمد لله لاعب كبير وممتاز، وهو الصراحه يستاهل يلعب في المنتخب الوطني حقاش دابا كنشوفوا سميتو الفريق اللي تيلعب فيه السعودي شي حاجه جده كيسجل الاهداف. مؤخرا البارح شفت البيوتا لي ماركا بيوتا واعرين، ولكن خاصو وليد الركراكي خاصو يراجع هذا القرار يعيط على حمد الله حقاش حمد الله لاعب كبير يسال بلاصه في المنتخب الوطني غادي يعطي الاضافه مع اللاعبين الاخرين. حمد الله لاعب كبير يسال يلعب مع المنتخب الوطني. الحمد لله لاعب كبير هو خاصو يكون في المنتخب. ما فهمتش علاش ما عيط ليه خليل وزيت وما عيطش ليه الركراكي، ما فهمتش. هو ضروري اصلا خاصو يكون في الاخر، ضروري خاصو يكون في المنتخب، وان شاء الله ما كرهناش نشوفوه في المنتخب في المونديال ان شاء الله. تشكيله زوينه صراحه، تشكيله زوينه ومدرب زوين وكل شيء زوين، ولكن الحمد لله زباله وفيه ما عيطوش ليه، يحيدوا داك الكعبي وداك داك النصيري خويا فهمتيني، ما لعابه ما والو، كيشدوا عندهم جوج يسريات هما خصهم يديروا شي تاويل اخويا. بالنسبه للديفونس تيتيلار معروفين سيس فلاكس اكرد باقي ما رجعش من الاصابه. بالنسبه للميليو مرابط عيطوا الافاسونتر بنديشا كيلعب في باري، وكنتمناو على الاقل الدور الثاني في المونديال ان شاء الله. تشكيله زوينه بالنسبه لعاطي والاخر حتى هو الكعبي والاخر شو سميتو نصيري حتى هو ما خصهمش يكونوا في المنتخب ماشي من المستوى. صافي ماشي اللي كاين. تشكيله زوينه، مدرب زوين، فرقه زوينه، المهم جوج لعابه ما خصهمش يكونوا الكعبي والنصيري ما خصهمش يكونوا اخويا. تشكيله زوينه مزيان من اللي عيط على مزراوي وزياش، مزيانه جوج لعابه ما عاد عيط عليهم كانش عيط عليهم داك وحيد خليل وزيت تجر الركراكي عيط عليهم. بالنسبه لجوج لعابه غيعطيو اضافه هما ومول اللعابه ديال البطوله اللي جاوا، واخا انا راه جاوا داك عطيه الله ديال الوداد وجبران جوج لعابه زنيتي الجول ديال الراجا حتى هو مزيان، هادو غيعطيو الاضافه يديروا شي لعيبه ان شاء الله في مونديال قطر. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.